الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدني أن ألقاكم كل عام في هذا الشهر الفضيل لأنتقي لكم الفائدة في أهم ما نبحث عنه دائما وهي صحتنا. هذه المرة أيضا نعاود اللقاء بكم من قلب المدينة الساحرة إب. في كل عام نبحث عن أهم الأمور الصحية التي ننتقيها لأجل الحفاظ على صحتكم. نحاور أمهر الأطباء وننتقي المعلومة الطبية المهمة لكل يمني. فأهلا بكم في البرنامج الطبي الأول في اليمن، صحتك في رمضان في موسمه السادس. تمتلئ بلادنا بالعديد والعديد من المرافق الصحية التي تسعى لتقديم الخدمة الطبية للمرضى، لذا خصصنا لكم حلقة اليوم للحديث عن المرتكزات الأساسية لنجاح الخدمات الصحية. فما هي أهم مقومات نجاح المؤسسات الصحية؟ وهل هناك أسس ومعايير تقوم عليها هذه المؤسسات لتقديم الخدمة المثلى؟ لنتابع سويا. في البداية نتمنى لكم صوما مقبولا وكل عام والجميع بخير. اليوم موضوعنا نتكلم عن المرتكزات الأساسية لنجاح الخدمات الصحية ودور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية المثلى. فالموضوع طويل، ولكن بالإمكان أن نركز على أهم هذه المرتكزات لنجاح هذه الخدمة. فالمرتكز الأساسي لنجاح الخدمات وبالضرورة منها الخدمات الصحية هي المورد البشري. ينبغي التركيز بشكل أساسي على أهمية المورد البشري وكيفية استقطاب الموارد البشرية الكفأة والمؤهلة وذات الخبرة الممتازة حتى يتم تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة لمرضانا وللجمهور الكريم. فالمورد البشري يعد ذات أهمية قصوى، وبالتالي ينبغي على الجهات القائمة على هذه المستشفيات الاهتمام بالمورد البشري من كافة النواحي، من ناحية التدريب والتأهيل والتحفيز والاهتمام بالمناسبات الخاصة بالعمال حتى يكون الشعور والولاء كبير لهذه المؤسسة، وبالتالي ينعكس إيجابا على تقديم الخدمات الطبية بشكل أفضل، خصوصا ونحن في الجمهورية اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى نتمتع بكفاءات طبية كبيرة وتقدم خدمات طبية مشهودة لها، سواء هذه الكفاءات التي تعمل في ربوع الجمهورية اليمنية أو التي يتم استقدامها للدول المجاورة، وعادة ما يتم الإشادة بهذه الكفاءات الطبية لأنها خرجت من رحم المعاناة ومن الظروف القاسية التي كانوا يعانوها أثناء الدراسة، بالتالي تحصلنا على هذه الكفاءات التي بفضل الله سبحانه وتعالى تقدم أفضل الخدمات، سواء هنا في الجمهورية اليمنية أو كما أسلفنا في خارج البلد. فالمحور الأساسي إذن هو المورد البشري، وتكلمنا عنه بالمختصر. المحور الثاني وهو الذي ممكن نسميه البنية التحتية لأي مؤسسة طبية محترمة تقدم خدمة طبية بشكل مميز ومفضل للجمهور الكريم، فينبغي الاهتمام أولا بالمبنى الجيد لهذه الخدمة الطبية، وكذلك الاهتمام بالدرجة الثانية بعد الاهتمام بالمورد البشري بالأجهزة
التشخيصية والعلاجية التي ينبغي توفرها في المستشفيات سواء كانت الأهلية منها أو الحكومية في مختلف أقسام المستشفيات، سواء قسم العمليات منها أو قسم المختبر أو قسم الطوارئ أو قسم العناية المركزة، فينبغي توفر الأجهزة الطبية والموارد البشرية المطلوبة لهذه الأماكن حتى يتم تشخيص المرض بالشكل الصحيح، لأن التشخيص السليم ينبني عليه قرارات سليمة تتعلق بإجراء العمليات. وهذه الأجهزة خصوصا ونحن في ظل ثورة تكنولوجية مهمة، ينبغي التركيز على هذه الأجهزة حتى تساعد على التشخيص للمرضى، وفي نفس الوقت تساعد الأطباء في إجراء عمليات دقيقة ونوعية وكذلك العديد من العمليات المعقدة، حتى لا يتم تحويل الحالات إلى خارج البلد، خصوصا كما أسلفنا بأن لدينا من الكوادر الطبية المشهود لها بالكفاءة والخبرة في مختلف التخصصات. المسألة الثانية التي ينبغي أن نذكرها هنا هو أن دور القطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي، خصوصا ما تمر به بلادنا من أوضاع استثنائية نتيجة الحرب، فالقطاع الخاص شريك أساسي للقطاع الحكومي، خصوصا في الفترة الأخيرة ربما أصبح الحمل والعبء الأكبر على القطاع الخاص أكثر منه من القطاع الحكومي نتيجة لكثر الحالات المتواجدة في هذه المستشفيات وللقدرة الاستيعابية التي ممكن أن يتحملها القطاع الحكومي، فيتحول العبء على القطاع الخصوصي، خصوصا وأن نحن نعاني من كثير من المحافظات التي تعاني من هذه الحرب، وما نعاني منه من النزوح حاليا هنا في محافظة إب من أكثر من محافظة مجاورة لمحافظة إب، على سبيل المثال منها محافظة تعز ومحافظة الحديدة وما يصل إلينا من العديد من الحالات المرضية الصعبة منها والمعقدة، وكذلك لا ننسى دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية ومراعاة الناس، خصوصا ما تمر به هذه الأسر وهؤلاء المرضى من ظروف استثنائية وصعبة نتيجة الظروف الحالية الموجودة في البلد ونتيجة النزوح الذي أضاف إلى معاناتهم الموجودة، فينبغي مساعدة الناس ومراعاتهم، ونحن نستقبل العديد من هذه الحالات وقدمنا لهم مختلف الخدمات الصحية والطبية، وكذلك استقبلنا العديد من الحالات نتيجة الحرب الدائرة في البلاد منذ بدايتها وحتى الآن، واستقبلنا العديد من الحالات النوعية والمعقدة وأجريت لها العديد من الحالات، وبفضل الله سبحانه وتعالى كانت عمليات ناجحة وعمليات كللت بالنجاح، والكثير من المرضى يتقدمون بالشكر للمستشفيات الخاصة الموجودة هنا في محافظة إب وعلى وجه الخصوص مستشفى المنار التخصصي. كذلك لا ننسى دور القطاع الخاص فيما يتعلق بالأوبئة المنتشرة حاليا في البلد وما يمثل من مساعدة ممكن نقولها أو إلى جانب القطاع الحكومي واستقبال العديد من الحالات، خصوصا واستقبلنا العديد من الحالات المشتبه بهم فيما يسمى بمرض إنفلونزا الخنازير، وقدمت لهم العديد من الخدمات الصحية خصوصا وما نمتلكه من كوادر طبية كفأة ومؤهلة،
وتم ترقيد العديد من الحالات في العناية المركزة، وهناك العديد من الحالات من تماثل للشفاء، والعديد من الحالات للأسف التي وصلت في حالة متأخرة وسيئة. وهنا ننصح الأهالي في مثل هذه الأوبئة كما أسلفنا، أيضا الإسهالات المائية المنتشرة حاليا في البلد، فينصح بإرسال الحالات في الوقت المبكر. هنا أيضا ينبغي أن نتقدم بكلمة شكر للسلطة المحلية ممثلة بمحافظة المحافظة ومكتب الصحة وبقية الأجهزة لما يقومون به من دور في مسألة التخفيف من معاناة الناس وآلامهم خصوصا في القطاع الصحي. وفي نفس الوقت نشد على أيديهم بالدعم والمساندة والوقوف إلى جانب القطاع الخاص والمستشفيات الخاصة وتشجيعهم حتى يستمروا في تقديم الخدمات الطبية ومساعدة الناس للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم. نتمنى لكم صوما مقبولا وكل عام والجميع بخير. ختاماً، ينبغي لنا جميعاً أن ننشر الوعي الصحي بين أوساط المجتمع لتجنب المخاطر الكبرى للأمراض التي باتت منتشرة بشكل كبير، وأن نتكاتف ونكون يداً واحدة لأجل خدمة مجتمعنا الحبيب. شكر خاص في الأخير لراعي برنامجنا مستشفى المنار التخصصي محافظة إب. ألقاكم غداً، إلى اللقاء.